مدينة الملك سلمان بن عبد العزيز في المجمع، وهذه محاولة ورأسية والأول للفيصلي، رأسية وهدف أول للفيصلي، إيجور روسي بتمريرة ساحرة من جوستافو. الديربي لم ينتهي بعد، الديربي ما انتهاش بعد، الديربي لسه ما خلصش، وهنا بقى إيجور روسي في الدقيقة 84 بيعيد الأمل مرة أخرى إلى الفيصلي بكورة حلوة من جوستافو يطير عليها إيجور روسي. دغريري كان متفرجا واقف بيتفرج، دغريري شوف هرب، شوف هرب وحطها براسه، بلياردو في القائم الأيمن وفي شباك دغريري، 2-1 والفيصلي يحضر بالهدف الأول عن طريق إيجور روسي في الدقيقة 84. 2-1، خد عندك بقى لحد الدقيقة 90 ولحد الوقت المحتسب بدل من الضائع.